وحاليا تجربة لعبة البوبجي على ريدمي باد برو. خلونا نشوف شنو الأداء، ولكن قبلها نروح على الإعدادات ونشوف شنو الفريمات اللي راح نحصل عليها. مثل ما تشوفون في السلسة عندك 60 فريم، المتوازنة أيضا 60 فريم، الدقة العالية أيضا عندك 60 فريم، من تصعد على الفائقة يبقى عندك 60 فريم، وهذا الشيء جدا ممتاز بحيث ما راح تفقد أي جودة حتى لو تصعد بالرسومات. فأنا راح أخليه على الدقة العالية و 60 فريم ونعطي تطبيق حتى نشوف الأداء. وهسه راح أدخل جيم، راح أدخل جيم طويل لأن صراحة المستودع شوية مزعج. أكيد خلوكم وياي نجرب اللعبة وبالنهاية نشوف حرارة الجهاز وأنطيكم التقييم من 10، بحيث التقييم هذا أخذوها 100%، يعني إذا التقييم مالي إن شاء الله ما راح تخسر. إذا التقييم كانت جيدة راح أقول لك أخذها، وإذا شفنا التقييم مو زين راح أقول لك لا تأخذها. وشفتوا قبل هذا الفيديو اللي نشرتها تجربة لعبة الورزون، صراحة أعطيتها تقييم 5%، 5/10، لأن صراحة الجهاز حمى عندي من أول جيم. وهسه خلونا نجرب اللعبة، فقط خلينا نطفي المايك لأن راح يصير عندنا إزعاجات باللعبة. وشنو هذا؟ ها تمام. ما اعرف صراحة جماعة الايباد والتابلت شلون جاي يلعبون بالالعاب، يعني صراحة شوفه حيل مزعج، تحكم صعب. يعني اذا ما عندك جويستيك مال اكس بوكس او بلاي ستيشن صعبة. والمشكلة انه لعبة البوبجي ما يدعمها. فما اعرف. اما بقية الالعاب لا. وعندنا مشكلة بالشبكة، رجعنا. كان عندي مشكلة بالشبكة مالتي. خلينا نشوف الخريطة، نأشر بوشينكي. ولا صاحبنا نزلني. يلا هو مأشر هناك اعتقد. هو يسألوني على أجهزة الشاومي، بالذات اجهزة شاومي، يقولون اكو غواش في الشاشة. صراحة جربت شاومي باد، نعم اكو، ولكن جربت شاومي باد اس برو صراحة ما شفت. ولكن هذا همين اكو، ولكن بشكل يعني بسيط، ما راح اقول لك بشكل كبير. فخلونا نجي لنا سلاح. صراحة اللعب والتصوير حيل مزعج هنا. أنا تمام. اللي يقول لي تراني مو من عشاق لعبة البوبجي صراحة. خلنا ناخذ الام 4، لاعبها بس بشكل جدا قليل، يعني ويا جماعتي كنا نلعبها قبل. ولا 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 الجماعة جاي يقلدون البوبجي لعبة الفورتنايت. اعتقد هذا سنايبر. ايه صراحة اللعب بدون الكيب الجويستيك صعب، حيل صعب. لا
عالقة برا عالقة. صاحبنا راح يموت. ولا قتل له واحد. اركب عندي الجهة. ولا شنو هذا هناك؟ والله ما عدنا. والله شو تقول هذا البوت؟ والله رحم الله والديك. يقول له رحم لا 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 رحم الله. والله يا بتقول له رحم الله والديك لين جاب لك سكوب. خلي بالله نبدل. هنا عندنا السكوب. تعال انت هنا. انا هذا واحد. روح ابو السمرة. اهو وقتك انت. صاحبه وين هذا؟ طبعا نسيت شغلة التصوير. ما في ذا اكو فوكس على العينتين. استسلم بعد. والله شلوني دخلوا علينا دخلة. طبعا اعذروني مندمج باللعبة فد مرة. قول له شنو هذا؟ هلا لا اشيلك اسبالي. روح شاكر. روح شاكر. خلاص هذا هم واحد. والله كله واحد. كلا الثاني. خلاص تم التصفية بنجاح. سكوا جماعة فلتوا أو شردوا. لا 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 شوية كنا نوقع جوا. يلا عادي. نروح نلوتهم. صاحبي ما عرف فين فلت. ابا ايش تتوقعون اللي احب هذا واحد. هيا غدار. الله غدار العينتين. ولا لا 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 وانا من هذا الجهة ينقي. يا شفتك. تعال هاي الشيء.
وين هذاك الثاني؟ خلينا نشرب لنا شربت او بيبسي. اجا 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 ولا جلدت هذا همينة. هذا اللاعب يحتاج اسوي بثوت مال العاب. هي مال تشرد، هي مال تلوت. واقف صاحبي وين راح وعايفني؟ هلا يابا جلدناهم جلد، هلا يابا جلدناهم جلد. خلي نكبر هنا ونشرب لنا بطلاية. طبعا هذا الفيديو راح يكون حيل طويل، أطول من حياتي، فاستحملونا. جاي نجلد ونلعب حتى انتو هم تشوفون الأداء واحنا نتونس باللعب. خلينا نشوف اكو احد هناك. صراحة التحكم جدا مزعج، الايباد غير. والله ما اعرف الجماعة شلون يلعبون من هاي الجهة. ها ها شكو شكو. اصبر هسه افتهمنا لاعب. اصبر عالقة، والله عالقة هنا. هاي شنو؟ عبالي اكو واحد منا يقدر يصعد. تعب ايدي تعب والله. افتهمنا افتهمنا. جيتك جيتك دصبر جيتك. احمل والديك جيتك. مبين عليه بوت عيني. جاب لنا إبرة. الحقيبة ما في مجال. روح. ولا لا 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 اكو بعد واحد. الناس تطير، ناس توقع. له شقد غبي، شقد شفت غباء. بس مثل هذا ما شايف. الله صارت مذبحة. ولا ولا تعبت خلاص. صاحبنا الغبي وين رايح؟ انعاش ذاتي شنو؟ هاي وين لقوها؟ يلا يلا والله ولا ادري بيها. والله لجتكم جلد. صبرولي بس صبرولي. نهيل. روح. اخاف تسوي لك تحليل ذاتي. ولا لا لا مبين محترف العينتين. لا والله ولا محترف. خفت واحد. هذاك واحد.
طبعا اعذروني اللعبة حيل حامية والله، فلا خليك تسوي انعاج ذات يعني. كم واحد؟ 15 واحد شايل واحد والله يا احبه. والمشكلة الجماعة سكواد كلهم، لان هاي طاب سكواد ويجي وياي بس واحد. ايش عندك؟ ما عندي شيء. نشوف شنو هذا؟ اوه فاصل علي هذا راح. بعد واحد اصبر اصبر. الله هذا هم والله هذا ملعب. تعال انت ما ينشال. والله هذا هم لعب. مخلص رصاص. افتهمنا انت بود، افتهمنا. الله ذبحني ذبحني. الله ما اعرف وين شمرت السنايبر. حيرني والله حيرني. هناك يمكن هناك. طق 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 طق. افتهمنا طق طق. افتهمنا طق طق. تعال تعال يا احمد. شوف الجزوم. خل نشرد. والله صاحبنا هم جلد بس مو مثلي. تعب ايدي تعب والله صراحة. ولا 19 دقيقة الفيديو لحد هسه. اعتبروني واحد من الجيمر وجاي العب وشوفوا الجلد. 17 كيل صراحة. هذا أول لعبة ألعبها بلعبة البوبجي بهذا الحماس وبهذا اللعب الكارثي. 17 كيل يعني كاتل هواية بس مو هيجي وحدي ويا السكواد مالي غير. اشرد جاك الموت يا تايك الصلاة. ايش صار هذا؟ جبل عرعر قضيناه بس نصعد. كم واحد باقي؟ 23 واحد باقي. شوف لنا واحد شي من نام مني يركض قدامنا نشيله ويانا. كتبوا لي في التعليقات شنو رأيكم بتجربة الألعاب؟ هل تريدون استمر بنشر هيج فيديوهات؟ لو لا دوقف دوقف. الزوم بعد ما لا يوقف. هذا واحد. ولا لا تقول لي السنايب سكوب مالي رايح وينه. والله هم وضعية. لا والله جات هنا. تعال انت هنا وانت هنا. شنو قلنا الشربته؟
واحد هناك بعد واحد والله خلينا نشوف هذا وين راح. اكو من هنا شال واحد استلاري شال عراقي يمكن على الدرب جاي يتحركون. وانا ايش عندي غير الخباثة؟ لا 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 اشيلهم بالسنايبر اشويهم تشوي. هذا واحد روح تطلق احمل والدك تطلق هذا صار هذا ايه بحلح هذا بحلح هذا بوت شلون يا كتنه واحد ما اعرف هو هذا السوال انعاش ذاتي لنفسه دي الله ولا جزون دركض نشيل اي زون قريب نشيل اللوت مال هذا العينتين ونفلت. صاحبنا مدنبل شوية ولا يابك لنا 19 واحد ولا يابك لنا 19 واحد يابي هذا يابا يقولون هذا زين والله يابا طلقاته قليلة يعني فخلونا نطلع يم صاحبنا بس الوضعية هذا حيل تخوف. ايه دسبه دسبه احمل والدك ايش جاكم تطلق جماعة هنا أنا. ايه عالقة عالقة والله عالقة هلا اشيلكم بالسنايبر ولا لسوي لكم أزبري وين 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 ما جاي أشوف
والله بيدوده هذا ما يثبت. اشتكي والله. لا 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 جو الجماعة بالسيارة. امشي اللوت كل شي مو مهم. بس لو يوقف خلينا نشوف وين ولا هذا. منو مات صاحبنا مات؟ ها شنو؟ الحنتين عاصي. كانوا حلا صاحبنا. والله يبقى خمسة بس. ثلاثة بقى ثلاثة. خلينا نشوفهم. لا صح صاحبنا لعيب. اي جماعة هنا أنا. هذا شنو هذا شنو بالله هذا هم بالله الجيم كله تركض بالاخير يجيك هذا يقتلك. ها اجاك اجاك ديال ديال. وين ولا هذا وين؟ ما تعرف هذا واحد. روح بقى اثنين. لك واحد هنا ياته. والله هذا هم سلاح. الان ضربت صاحبنا قتله. هي مال لعب جهال. اي اكو واحد هنا. ياهو والله هذا هم عجي. يلا نو بيصعد هذا. ايش تتوقع من عنده؟ لا 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 شوي وكان يشيلني. واخيرا مثل ما شفتوا هذا هو التجربة لعبة الببجي. اللعب جدا حلو والاداء شفتوا ممتاز. يبقى لا حرارة جدا طبيعية. يعني شفتوا هذا الجيم القوي صراحة حرارة ماكو خفيف جدا. وهذا كانت تجربة الالعاب الثلاث العاب وورزون واسفل ولعبة الببجي. اتمنى عجبكم اللعبة وايضا كتبوا لي في التعليقات هل تريدون اجرب هاي الشغلات هواية لو لا وشكرا.